مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز الشاووش. أهلا بكم سيد فائز. بداية، اللجنة المنظمة للمظاهرات ردا على إعلان الحكومة رغبتها بالتفاوض قالت إنه مجرد تسويف وكذب. ماذا تخشى الحكومة في العراق من الدعوة إلى المظاهرات يوم الجمعة القادمة؟ بكم الكرام وإلى الثوار المواصل من جميع محافظات العراق. بكل تأكيد الحكومة عندما تقاعست خلال وأهملت حقوق جميع الشعب العراقي خلال 17 عام، واليأس الذي وصل إليه الشعب العراقي لن إلا أن تبقى تتجف وتخشى هذه المظاهرات العارمة التي عمت العراق والمرتقبة يوم 25 في هذا الشهر الجاري. بالتالي لو كانت الحكومة جادة أو الحكومات المتعاقبة جادة لم تستهين الشعب العراقي وتغتصب حقوقه وتسرق أمواله وتدمر مؤسسات الدولة العراقية وتبيح لكل العصابات المنظمة والمخدرات أن تجتاح محافظات العراق. هذه المظاهرات هي المفصل الأخير، وأعتقد بأنه بعد خزين من الغضب وبعد خزين من الوعود المتراكمة عبر 17 عام لن يبقى الشعب العراقي مكتوف الأيدي بعد الآن. سيد فائز، اللجنة المنظمة للمظاهرات لخصت مطالبها في حل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور وبعملية المحاصصة الطائفية. إلى أي مدى ترى هذا الإجماع شعبي أو ترى إجماعا شعبيا على هذه المطالب؟ يعني بكل تأكيد الشعب العراقي جميعه مجمع على أنه يجب تغيير شامل لمجرى العملية السياسية في العراق، ومن يحاول الالتفاف على هذا الشيء والاكتفاء بإسقاط الحكومة والوزراء هذا يعني بأن رئيس الوزراء والوزراء الجدد سيكونون من نفس الأحزاب وبالتالي لن يتغير شيء بالعراق. العلاج الوحيد ليس بإقالة الحكومة والكابينة الوزارية بل إنما بتغيير جذري في الدستور وفي العملية السياسية وبإنهاء ملف هذه الأحزاب الطائفية المختلطة في إيران والتي ولائها الوحيد هو لجلبها لسرقة أموال العراق وإلى إيران جارة السوء للعراق. لكن بعد القمع الذي تعرض له المتظاهرون خلال الأسابيع الماضية، هل تتوقع حشدا شعبيا للدعوة للتظاهر الأسبوع القادم؟ بكل تأكيد كلما يزداد القتل واستهداف المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل الحكومة أو من قبل العصابات المنظمة المدعومة من خارج العراق، بكل تأكيد كلما تكثر الإصابات والقتلى سيزداد الغضب، لأن هؤلاء من جميع أبناء العشائر العراق في جنوب العراق ووسطه وغربه، وبالتالي أصبحت مسؤولية كل الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته وبدون استثناء. الحكومة أعلنت عن تشكيل قوة جديدة لمواجهة المظاهرات باسم قوة حفظ القانون. هل تعتقد أنها رسالة إلى المتظاهرين من الآن أن هناك قوة مستعدة لفعل ما فعلته سابقا؟ أولا، حفظ القانون واحترام الشعب العراقي واحترام إرادته واحترام فقرات الدستور التي رست التظاهر والاحتجاج واحترام سرقة أموال الشعب العراقي، عدم سرقة أموال الشعب العراقي هذا يعني بأنه احترام القانون واحترام كل القوانين الدولية والتي تنص عليه الشرائع السماوية والأعراف الاجتماعية العشائرية، وبالتالي لن يبقى هناك أي وسيلة أو أي حجج لهذه الحكومة أو لكل الأحزاب التي حكمت العراق بعد 2003 إلا الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمحتجين بكل ما يرفعون من شعارات في هذه الأيام وفي المظاهرات المرتقبة يوم 25. عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية سيد فائز الشاووش، شكرا لك.